السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم عن طريقة تفعيل التحقق بخطوتين في الجيميل، وهذه الطريقة تنفعنا لإبعاد المخترقين الحساب. أولا نذهب إلى الجيميل، وثم نذهب إلى رمز الحساب، وثم manage your جوجل account أي إدارة الحساب، أو ندخل عليه من جوجل أو باستخدام اللابتوب، وثم نذهب إلى security، وثم نذهب إلى الأسفل نرى two step verified أي التفعيل التحقق بخطوتين، ننقر عليه ثم نختار المتصفح، قمنا باختيار كروم، ننتظر لا تفتح الصفحة. الآن قمنا بفتح الصفحة، نذهب إلى الأسفل ثم نقوم بالنقر على Get Start. الآن نقوم بإدخال الرمز وننقر على Next. بعد أن دخلنا سوف نرى الجهاز المتصل، وثم نكتب نقوم بالنقر على try it now. ثم نقوم بالنقر على yes. الآن قمنا بسماح هذا الجهاز في الاتصال. الآن نحاول في رقم الهاتف، نقوم بإدخاله وثم نقوم بالنقر على send، يقوم بإرسال text message أي رسالة نصية. الآن بعد أن قام بإرسال الرسالة عن الرقم الهاتف، نقوم بالنقر إلى next وثم يقوم بالتحقق، وثم نكتب نقوم بالنقر على try turn on. الآن قمنا بتفعيل التحقق بخطوتين. لتفعيل التحقق أيضا نستطيع إيقافها، لدينا مثلا رموز احتياطية وأيضا تتكون من 6 رموز، وثم لدينا تطبيق، نقوم بتنزيل التطبيق من جوجل بلاي. لتفعيله نقوم بتنزيل التطبيق في نوع الهاتف اندرويد او ايفون، وثم نقوم بالنقر على التالي، ثم نقوم بتصوير هذا الرمز او بالنقر على لا يمكنني مسحه ضوئيا. نقوم باخذ هذا الكود، نعتذر، نقوم بتحديده ثم نقوم بنقر كوبي، ثم نقوم بالنقر على التالي، ونذهب لفتح التطبيق. سوف تجدون رابط التطبيق في المدونة، نقوم بالنقر على Enter as Setup Key أي بإدخال كي، نقوم بكتابة اسم الحساب في account name أبلود، وثم نقوم بالنقر على your key من النسخ المفتاح أو الرمز، وثم نقوم بالنقر كما ترون ظهر لنا الرقم، نقوم بنسخ هذا الرقم بالنقر عليهم مطولا ونقوم بلصقه هنا، وثم التأكد. الآن تم التأكد وتم تفعيل هذه الطريقة. لدينا أيضا مفتاح الأمان، ولكن من الأفضل الطرق
هي الرسائل وعبر التطبيق. ومع السلامة، نتمنى لكم الاستفادة.